السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف جميعا تحية لعلم دولتنا الغالية الإمارات العربية المتحدة. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، فتنزهت ربي عن الشريك والصاحبة والولد، أحمدك ربي حمدا لا بلوغ لمنتهاه، وأصلي وأسلم على من أحبه ربه واصطفاه. أما بعد، سعادة الأستاذة حنان تيناوي رئيس مجلس إدارة مدرسة الصالح الخاصة للبنات، مديرة مدرستنا الفاضلة، السادة أولياء الأمور الكرام، ضيوفنا الأكارم، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله جميعا. إننا سعداء بتشريفكم اليوم حفلنا هذا الذي يغبطنا عليه البعيد قبل القريب، فحللتم أهلا ووطئتم سهلا، فالشكر لكل من لبى دعوتنا وأسعدنا بحضوره الكريم. إنها اللحظة التي ننتظرها كل عام، لحظة تطول فيها الأعناق لتعانق عنان السماء فخرا وعزة، وتختلط فيها البهجة والسرور بالعزة والشموخ. فخر يتعاظم في قلوبنا وتتنامى مشاعر الاعتزاز في أفئدتنا، ونصافح الجوزاء بإنجازاتنا، ويتحدث القاسي والداني عن إبداعنا. لم تثنين الجوائح عن تحقيق أهدافنا، ولم تمنعنا العوارض من بلوغ هدفنا، ونحو التميز بالعلم والمعرفة زادت خطى مسيرنا، وإلى المريخ صعدنا بمسبار أملنا، محققين حلم زايدة في عصرنا. رغم جائحة أرهقت العالم من حولنا، وها قد أينعت ثمار سنوات طوال من الجهد والاجتهاد، متسلحين فيها بالعزم والإرادة، وها نحن اليوم نقطفها بتخريج وبكل فخر كوكبة لا مستحيل، دفعة حلم زايد. والآن مع موكب خريجات دفعة حلم زايد. We'll be right back.
ورحمة الله وبركاته، وخير ما نبدأ به حفلنا المبارك القرآن الكريم، ومع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الخريجة فردوس حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدقت ربي فيما أنزلت، وصدق رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عنك. مديرتنا الفاضلة، يا من اقترفنا من معين عطائها وتوجيهها، وتوقفت إلى جانبنا بدعمها وتشجيعها، وكانت نعم الأم والموجهة والمربية، ولم تبخل علينا بوقتها وجهدها، وتركت بصمة كبيرة في قلوبنا، فجزاك الله عنا خير الجزاء. إدارة مدرستنا الغالية، لأنكم سبب النجاح وشركاء الإنجاز، صنعنا معكم الفرق. كل كلمات الشكر والثناء لن توفيكم حقكم. والآن مع كلمة مديرة المدرسة الفاضلة فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأصلي وأسلم على نبيه وحبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة الأستاذة الفاضلة حنان التيناوي رئيس مجلس إدارة مدرسة الصالح الخاصة، أولياء الأمور الكرام، السادة الحضور، نرحب بكم ويشرفنا حضوركم ونحييكم بتحية عطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذا الحفل المبارك أن نزف لكم كوكبة جديدة من فارسات العلم والإبداع، خريجات دفعة حلم زايد، وكلنا فخر بهن وبإنجازاتهن رغم كل ما واجهنه في مسيرة تعلمهن. حياكن الله خريجاتنا الغاليات وبارك بكن. الحفل الكريم، حيث أننا في أرض العطاء، أرض الإبداع، وطن لا مستحيل، فقد عقدنا العزم على تخطي كل الصعاب لتخرج هذه الكوكبة الرائعة من خريجات مدرستنا مسلحة بالعلم والمعرفة، خريجات مبدعات قادرات على استشراف مستقبلهن ومستقبل أوطانهن، لتصنعن في الأعوام القادمة قمما ونجاحات وإنجازات تفخر بها الأوطان. ضيوفنا الأعزاء، يشهد التاريخ لدولة الإمارات الحبيبة أنها دولة لا مستحيل، وأنها قادرة على تجاوز كل العقبات بفضل رؤية قادتها الرشيدة التي تتمتع بالحكمة والإنسانية. نشكرهم من أعماق قلوبنا، ونسأل الله تعالى أن يحمي هذا البلد الطيب وأهله وقادته وثراه. أولياء الأمور الكرام،
لقد شاركتم في هذا العام وفي ظل هذه الظروف مشاركة إيجابية رائعة في مسيرة خريجاتنا التعليمية. تحملتم جهدا عظيما وبذلتم الوقت والصبر في سبيل هذه الزهرات اليانعة. لا ننسى فضلكم وما قدمتموه لبناتكم، فبارك الله بكم. وفي هذا الحدث العظيم وجب أن نذكر في هذه المسيرة التعليمية الشموع التي أضاءت دروب العلم والمعرفة، معلماتنا الفاضلات اللواتي كنا منابر من نور وتركنا بصمة من الحب والعطاء في قلب كل خريجة من خريجاتنا. قدمنا وبذلنا بصدر رحب وابتسامة حنون، فلهن كل الشكر وعظيم الامتنان. خريجات الغاليات، خريجات حلم زايد، نبارك تفوقكن ونسأل الله لكن مستقبلا مفعما بالفرح ومتوجا بالنجاح ومليئا بالعطاء. دمتن في حفظ الله ورعايته أينما حطت رحالكن. أخيرا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة الفاضلة الأستاذة حنان التيناوي، رمز العطاء والحب والحنان، على دعمها الدائم لنا. والشكر موصول لكل من حضر حفلنا وشارك فرحتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المثابرون يصلون إلى القمة والمتميزون يحافظون عليها، أما المبدعون فيصنعون قمما جديدة. وهذا دأب مدرسة الصالح، شعارها الإبداع لا حدود له. والآن متابعة شيقة مع إنجازات مدرستنا وفقرة اللا مستحيل. أمن يقينا، لا مستحيل.
تنسى تصل أعلى من قمم الجبال. انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان، وإرادة من حديد تجد حلمك طوع البنان. فقل بادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل، لنجعل أرضنا بيت جميل. تنتظر أبدا ثناء، مهما مرت السنون لا تقل فات الأوان. نغرس سوف يأكلون، هذه هي سنة الزمان. بادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل، لنجعل أرضنا بيتا جميلا. خريجة أمضي ودربي ساطع تجدو به الآمال في وجداني، خريجة أرنو إلى درج العلا بعزائم الإقدام والإيمان. إني قطعت العهد أن أرقى السماء، أزهو وروح الجد في وجداني. مع كلمة الخريجات باللغة العربية تهديها لكم نيابة عن الخريجات الخريجة وفاء عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة الفاضلة حنان تيناوي، رئيس مجلس إدارة مدرسة الصالح الخاصة، مديرتنا الفاضلة، معلماتنا العزيزات، أولياء الأمور الكرام، زميلاتي رفيقات الدرب الطويل، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي الشرف والفخر أن أقف على هذا المنبر الذي طالما حلمنا به، أخاطبكم نيابة عن زميلاتي، والقلب ينبض فرحا واعتزازا، والروح تهتف حبا وامتنانا لكل من كان سببا في الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم. أزف تحية معطرة ندية، وأحلى باقات الشكر لمدرستي ومعلماتي وعائلتي. ذكريات لم ولن تنسى، ستبقى في طيات أفئدتنا وفوق ضفاف كياننا، ليبقى العرفان والحب لك مدرسة الغالية في هذا الإنجاز. ها هي النهايات تصافح البدايات، لتصنع لوحة فرح وذكريات تزين جدران مدرستنا، وستبقى محفورة في قلوبنا وخواطرنا. وسنبقى على العهد سفيرات للعلم والخلق الحسن، وقائدات المستقبل، مساهمات بوفاء وإخلاص في إنجازات هذه الأرض الطيبة، أرض الخير والعطاء. كل كلمات الشكر لا تفي دولتنا الحبيبة الإمارات وقيادتها الحكيمة، حقها على الجهود المباركة التي بذلوها والإمكانات التي وفروها لنا، ليستمر تعليمنا وتحتضن أكفنا شهادة نجاحنا وتخرجنا. واليوم نصل إلى ختام مسيرتنا الأولى التي خضنا فيها تحديات شتى، وبنينا فيها طموحات تعانق السماء. طويلة هي بلا شك، ولكنها كانت عميقة للحد الذي عرفنا في أيامها ذواتنا، وشكلنا من تجاربها هويتنا، وصقلنا مع تحدياتها مواهبنا. طويلة هي بلا شك، ولكننا ظفرنا منها بالكثير، وتسلحنا من أيامها بالعتاد الخفيف والثقيل. فنحن اليوم ذوات مؤهلة أن نكمل المسير بكل ثقة وكل ثبات في سبيل تحقيق تلك الطموحات التي تعانق السماء وتبتغي جوار المريخ. ونتأهب للانطلاق في رحلة أخرى
لا نعلم كنهها، ولكننا متأهبين لها بإذن الله وباذلين فيها كل جهدنا وطاقتنا. فالله نسأل أن يبارك لنا فيها، والله نرجو دروب الخير والسؤدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام مضت سريعة كأنها لحظات، كنا نحلم بهذا اليوم، وغدا سيصبح ذكريات. ما أعذبها من ذكريات، ستبقون للصداقة عنوان. لن أقول وداعا، بل ستبقى الذكرى أملا بلقاء، ووعدا بدعاء لا ينضب، ومودة تتجدد. فأنتم نبضات القلب، نترككم مع شريط الذكريات. نحن بأنتن وأنتم كلنا بكبير وصغير. مجهودات تتوالى، مشوار سهل لا لن يخلو من عثرات. بشر تلك طبيعتنا، أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت. فاسأل نفسك واطرح سين ما دورك في التحسين واطرح سين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين. ما نفعله ليس بحلم أو تنظير، انظر حولك التحسين من أجل الآتي. تحكي الشمس الحكاية عن مسيرة رحلتي، عن صباحات طويلة، عن صفوفي وصفحتي. جيت بالخطوة الصغيرة، كيف كبرت خطوتي. عن نجاحاتي ومكاني وتخرج وفرحتي. هذه اللحظة الجميلة الواحد وعشرين تنتمي فينا، تتباهى المدينة وتشهد لنا ما نصتي. عن بعد بصل تحتوينا وكان التعلم غايتي. اجتهدنا ومضينا وحلمنا به نحتفي. هذه اللحظة الجميلة الواحد وعشرين تنتمي فينا، تتباهى المدينة وتشهد لنا ما نصتي. عن بعد فصل تحتوينا وكان التعلم غايتي. اجتهدنا ومضينا وحلمنا به نحتفي. تحكي الشمس الحكاية عن مسيرة رحلتي، عن صباحات طويلة، عن صفوفي وصفحتي. جيت بالخطوة الصغيرة، كيف كبرت خطوتي. عن نجاحاتي ومكاني والتخرج وفرحتي.
النجاح والتخرج كضوء الصباح نراه مع شقشقة انتصاراته، وننصت إلى تغريد إنجازاته، ونلمس نتائجه على أرض الواقع، ولا يمكن أن يحجب نوره مع كلمة الخريجات باللغة الإنجليزية تلقيها نيابة عن الخريجات الخريجة رندا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ladies and gentlemen, administrators, friends and family, and of course, the graduating class of 2021. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you all for bestowing on us the honor of your presence here at Al Saleh Private School graduating ceremony of 2021. At the dawn of pandemic, we mourn for the losses of the world due to COVID-19 crisis that is still prevailing, hoping that these days will be over. And we gathered here to celebrate the success of our hard work. I am so proud to be standing here in front of you today on such an important day. Today, we will be taking our first step to a new life, a life full of ups and downs, success and failure, happy moments and sad ones. A life where loss can be defined. I am pretty sure that most of us are so excited to start such a life. Many of us have waited years for this moment, a moment where it's up to us to make our own decisions, to stand up without holding back or being embarrassed by our choices. So, as we head into the world with all its influences, let's be wise before making our choices and think carefully before taking any risk. First of all, we would like to convey our special thanks to our second mother, Ms. Hanan Al-Tinawi, and our principal, Ms. Istishhad Aziz, for bonding us as a family, and the school staff for taking care of our academic and non-academic concerns. Our sincere gratitude to our kind supervisor, Ms. Tafika Khalil, for her continuous support. We could have never accomplished such a thing without the help of some individuals out there, those who provided us with faith when life took it away from us. These individuals are our teachers, a special sincere for them, all powerful for passing their nurtured knowledge and experience to us. And of course, our wonderful parents, who set an amazing example for us, who eased our pains, comforted our sorrows, and held us tightly when we were about to fall. Our dear parents, faithful teachers, and for all who helped us to be standing here today, thank you. Thank you for everything. Life would have been dark without the lights you provided us with. Graduates, class of 2021, just remember, as one journey comes to an end, a new one begins. So use your time wisely and keep in mind that success is not measured with monetary gains, but with happiness and success. I am going to miss you a lot. Good luck to all of you. وإنه ليغمرنا الاعتزاز والفخر إذ تتزين دفعتنا لهذا العام بشعار حلم زايد. وصل مسبار الأمل إلى غايته المنشودة، وعانقت إماراتنا الحبيبة الفضاء بسواعد أبناء الوطن المخلصين ليتحقق حلم الشيخ زايد رحمه الله. فطوبى لوطن ترعاه عيون متيقظة وقلوب طيبة كبيرة وحكمة ثاقبة تسيل أنهارها بكل بديع من الفكر والنثر والقوافي والعزيمة الصادقة في الإعمار والبناء والإنجاز. والآن
قصيدة حلمي زايد تؤديها الخريجة مريم محمد الشريف. أإلى الفضاء ستنقل الأحلام، أإلى ارتياد يقتضيك لزاما، أإلى ارتقاء لا يقاس بغيره حتى يزيدك رفعة ومقاما. الكون سطر قصة ممشوقة وسباقه ألقى عليك سلاما. لا حد يمنعنا، لا حد يمنعنا، ففي تاريخنا فكر أسال الحبر والأقلاما. قد قالها نبع الكرامة رمزنا لما التقى وفد الفضاء سلاما. قد قالها بالفعل قبل حديثه، وحديث زايد يبعث الإلهاما. فأجابك الأبناء ملء قلوبهم، فرسمت نهجا راقيا مقداما. يا أيها الوطن المعانق فخره، دم للوجود قصيدة ووساما. اكتب بماء البذل قصة وحدة سبقت فجاوز واقع أحلاما. عبرت فضاء كي تقابله على صدر الوجود بثغره بساما. المجد حلم من صناعة قائد، والبذل درب لم تطيه كراما. نحو التطور للمجرة نرتقي كي نستحث تعايشا وسلاما، كي نستحث تعايشا وسلاما. إلى الأكف الطاهرة التي شدت أزري ورفعت همتي وقدمت كل الدعم لي ومسحت دمعتي ولم تدخر جهدا لأحقق النجاح. إلى العيون التي سهرت على راحتي، إلى والدي، إلى عائلتي، يا مصدر عزي وفخري، أهديكم نجاحي وتفوقي مع فقرة إلى أمي وأبي إلى عائلتي. لو نكسي الأشواق أشواق ونحب، ما يطرب الخاطر سوى حب الاثنين، أمي وأبوي يا وصايا من الرب، جنات في الدنيا وجنات بعده. لو نكسي الأشواق أشواق ونحب، ما يطرب الخاطر سوى حب الاثنين، أمي وأبوي يا وصايا من الرب، جنات في الدنيا وجنات بعده. انتو غلاكم حشمته حشمة الدر، ما يشبه وتميل فيه الموازين، انت الدروب ولا بعد غيركم دار. يا فرحة عمري من الصغر لين هالحين، يا فرحة عمري من الصغر لين هالحين. شفاهي ويا نور هالعين، اسمك ابويا يا يبر اسمي صعب، وقلبك يكفي عن قلوب الملايين، وانت السعاده والهنا وانت الطيب. من شرفة الفرح ينبلج الضياء، وها هي شمس اليوم اشرقت، وموكب الحياة يسير بنا مسرعا، تهب نسائم النجاح وتنشر عبق الحروف وعطر الكلمات، نزف الحروف نغما إلى حقول الوجدان، ونطوف على أجنحة الخيال إلى عالم سرمدي الجمال، لنرسم لأنفسنا صورة زاهية، نرفع القبعات فرحا وتنطلق الزغاريد. هنيئا لنا، هنيئا لعائلاتنا، هنيئا لمدرستنا. نترككم مع تكريم الخريجات وتكريم معلماتنا الفاضلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء النجاح والفرح.
نصل وإياكم إلى أسماء الطالبات الخريجات. الطالبة إسلام أحمد صالح نور. أسماء محمد الشهاب. جنى محمود عبد الفتاح أبو ذهب. حبيبة عيسى مسعود عيسى خالد. حنان عبد الرحيم حسن. راما أحمد منصور. روان عبد الجليل حمد. زينب راهي حسين الجنابي. سلمى جمال سالم سلام. سودة أمين. سودة أمين الله. عزيزة حسام الدين العمري. فاطمة ممتاز علي ممتاز علي. مروى عبد المجيد الهادي الأمين. نبأ صباح محمد محمد. نغم محمد خليل الطهراوي. وفاء عماد العقاد. إسراء نديم ديب. إسراء نديم ديب. آية أشرف عبد الهادي الحايل. رندا محمد يوسف محمد. رنيم زكريا عبد الرحمن. ريما خالد محمد محمود الواوي. غزل هشام محمد محمود محمد. لينا أحمد كفتارو. ندى سفيان المحمد. هاجر مسعد نصير محمد نصير. ومع المعلمات الفاضلات يسرنا تكريم الأستاذة وفاء عطية والأستاذة رقية حامد. والأستاذة شيرين يونس. والأستاذة سحر رأفت. والمعلمة رانيا السيد. الأستاذة بيان يكن. الأستاذة تافكة نجم. خريجاتنا، أقسمنا على عهد الوفاء والولاء للوطن الغالي، لمدرستهن، لعائلاتهن، في المضي قدماً
على درب النجاح والعطاء قدوة للأجيال القادمة. والآن مع تسليم الراية والقسم. نحن طالبات الثاني عشر نعاهد الله أمامكم أن نكون مخلصين لديننا ولوطننا ولعلمنا ومبادئنا، وأن نكون دعمات مستقبل أمتنا، ونسلم راية حلم زايد لخليفتنا طالبات الحادي عشر. نحن طالبات الحادي عشر نستلم راية دفعة حلم زايد، ونعاهد الله أن نكمل مسيرتكم ونحافظ على المبادئ والقيم ونعلي شأن الوطن. خريجات مدرسة الصالح الخاصة وخريجات عام حلم زايد إلى معلمتنا وأمنا الفاضلة أستاذة حنان تيناوي نهديها هذا الدرع. علوا الزغاري شهد صارت بالي يلا نعلم هالفرحة للنجحين اللي بيعيد. احنا سهرنا وتعبنا وما همتنا راحتنا، تنسمع كل الدنيا بتعم الأفراح وكل بيبقى مرتاح، وما في فرحة بالدنيا مثل الفرحة بالنجاح. ونجحنا وفرحوا أهلينا وكل الناس. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه. ملاقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. And